بيكم حلقة جديدة في برنامج المطبخ. برنامجنا دايما مميز لان اكلاتنا معمولة بكل حب. معاكم نانسي عاشور، والنهاردة هنعمل بوريك باللحمة المفرومة. يلا نشوف مقاديرنا. نبتدي بقى ونقول هنعمل البوريك بتاعنا ازاي باسهل طريقه. طريقتنا سهله وبسيطه. هنعمل ازاي؟ الاول هنعمل الصوص اللي هنشرب بيه الاول الجلاش بتاعنا. اول حاجه احط الزبده بتاعتي، وبعد كده احط عليها البيضتين. التشريبه دي بقى بتخليلي الجلاش بتاعي هيبقى طري وحلو قوي. احط عليها الكريمه اللباني، هتخليلي الجلاش بيبقى حلو جدا وجميل قوي، وكل قطمة هناكلها فيه هتبقى طريه كده واحس بطراوه، بيبقى طعمه حلو جدا. واحط اللبن بتاعي، ما نخافش من المقادير ان هي كتير كده، كل ده هنستخدمه في الاخر، احنا ما بنرميش حاجه، كل حاجه بنخليها. وهحط ربع معلقه الملح وربع الفلفل، وهحط عليها بقى الدقيق، 3 معالق من الدقيق. الدقيق ده بيعمل ايه بقى في الجلاش بتاعي؟ بيربط لي كل المكونات اللي انا حطيتها دي، وبيخلي الجلاش لما باجي اعمله بيبقى متماسك في بعضه، يطلع القطعه بقطعتها. اقلبها بقى كويس قوي لغايه لما الدقيق يدوب في التتبيله بتاعتي. واحنا بنقلبها كده هنقول العصاج اللي احنا عملناه. دي اللحمه المفرومه بتاعتي. انا بجيب 1/2 كيلو من اللحمه المفرومه، بجيب بصلايه كويسه كده حلوه كبيره، يعني لو جبت 1/2 كيلو لحمه مفرومه بحط عليها بصلايه حوالي 1/4 كيلو، يعني النص للنص. احط طاسه على النار، احط فيها معلقه زبده ومعلقه زيت، واروح حاطه البصلايه بتاعتي، افضل اشوح 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 لغايه لما يبقى لونها يدخل على البني شويه ما تتحرقش، واروح حاطه عليها اللحمه بتاعتي واقلبها. وبعد كده احط عليها ربع معلقه من الملح وربع معلقه من الفلفل وربع كوبايه ميه، تستوي كويس وخلاص. عايزه انكهها بقى واخليها تاخد تحسيها لحمه ضاني كده شويه، هحط حته ليا في ورقه فويل كده، واروح جايبه فحمايه وتش فيها، واروح قافله الغطا، هتطلع لي بخار حلو قوي كده، هتديني ريحه حلوه قوي، هحس ان انا باكلها باللحمه ضاني، وانا مش عاملاها ضاني اساسا، اي نوع لحم. هنا بقى ابتديت ايه؟ عملت الصوص بتاعي، ونبتدي بقى ايه؟ نحضر الجلاش بتاعنا. نشيل بس حاجتنا. نبتدي بقى نجيب الجلاش. اهو. انا هعمله ازاي بقى؟ انا الجلاش بتاعي كله هو قدامي، نجيبه بالعرض ونفرده كده. عايزين نعمله بالعرض نعمله، عايزين نعمله بالطول براحتنا، اللي احنا عايزينه نعمله فيه. هنجيب ايه بقى؟ نجيب المعلقه بتاعتنا الاول، نجيب الفرشه. اول حاجه هعملها السائل ده او الصوص اللي انا عملته ده، شايفين قوامه بقى عامل ازاي معانا؟ قوامه هبتدي بقى ايه؟ ادهن بيه ورقه الجلاش كلها. انا هاخد ورقتين ورقتين، يعني وانا بعمل كده هاخد ورقتين ورقتين، وما بدهنش ما بين الورقه والورقه، لا خالص. ادهنها كويس قوي. طبعا ده ينفعني لو في عشاء او ممكن في غدا، وجنبي شويه سلطه كده، وجبه كلها فيها كل حاجه. ممكن احط على اللحمه شويه جزر، ممكن احط عليها شويه فلفل، وابتدي ادهن. ابتدي بقى احط اللحمه بتاعتي. الصوص ده هيخلي لي الجلاش بتاعي طري وجميل وطعمه حلو قوي. هنشوف بقى هنقفلها ازاي. انا حطيت كده، ممكن احط شويه من الجبنه الموتزاريلا. طبعا الحشوات دي على حسب ما انا بفضل، يعني ممكن احشيها برضو جبنه موتزاريلا بس بشويه نعناع كده، او اي نوع جبنه عندي. بس نشوف بس هنقفلها ازاي. بجيب الطرف ده كده، ونشوف برضو الورقتين اهم، واروح حاطه عليها كده. انا بعملها زي الساندويتش، وبعدين بروح لفاها كده، وهنعملها كده. واروح جايبه بقى الصوص برضو بتاعي، لازم اقفلها كويس واروح لفاها.
شايفين بقى ماسكه نفسها ازاي؟ زي الساندوتش بالظبط، ماسكه نفسها معايا كده اهي، شكلها بيبقى اهي اهي معايا اهي، شكلها ماسكه نفسها. بتطلع بقى معايا بقى ساندوتش ممكن ناخده معانا واحنا رايحين الشغل واحنا رايحين المدرسه، بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا هو البايركس هنا بس بتاعنا صغير شويه، فممكن الفها كده ونعمل واحده ثانيه، نعملها بقى دي صغيره نعملها بالطول، هنشوف اللي بالطول ازاي. او ممكن ناخد واحده كده اهي، دي كده هتعتبر رقيقين برضو، وهدي هنحشيها بقى بالجبنه الموتزاريلا، الله على حلاوتها. نحط برضو كده، لازم ادهن الصوص اللي انا عاملاه ده كله في الجلاش بتاعي كله، لازم تبقى الجلاشيه كلها شاربه منه. اعملها لنا بقى ايه بالجبنه الموتزاريلا، يا سلام بقى لو شويه نعناع عليها، الله عليها وعلى جمالها بقى بالنعناع كده، جبنه الموتزاريلا هتطلع بتمط مننا، والنعناع بقى ايه ريحته وطعمه عليها هيبقى حلو قوي. ونقفل برده زي ما احنا عرفنا كده، ونبتدي نلف. طريقه سهله وبسيطه، انا ممكن اعمل منه كميه واشيلها في الفريزر عندي، جالي ضيف في اي وقت مكسله ومش قادره اعمل حاجه اروح مطلعاها على طول. وكده لفيناها اهي، دي هتطلع بقى دي قدها بالظبط. ناخد واحده تانية ونعملها، هنعملها دي بقى ميكس جبن مع اللحم، نقلبها كده والصوص بتاعها. هندخل على فرن ايه بقى؟ هتدخل على فرن بحراره 200، يعني اعلى حاجه عندي في الفرن، لازم اسخن الفرن بتاعتي كويس قوي، وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعه. نعمل كده ونحط بقى دي ايه، نعملها ميكس جبن مع لحم. يبقى شكلت الصينيه بتاعتي، اللي عايز ياكلها لحمه بس هياكلها، اللي عايز هياكلها لحمه وجبنه هياكلها، وممكن نحشيها شويه خضار برده هتبقى حلوه قوي. نقفلها احنا برضو ايه، نشوف طريقه القفل، سهله جدا وبسيطه قوي وما خدتش مننا وقت خالص. ولازم اقفل الجناب بتاعتي كده عشان تبقى ماسكه نفسها وما يطلعش الحشو اللي فيه، ونحطها. نعمل واحده كمان بقى عشان نقفل الطاجن بتاعنا ونشوف هنعمله شكله هيبقى عامل ازاي. ندهن برضو ونتوصى بالدهن، ما ننساش ان احنا مش دهنين ما بين الطبقتين، فانا هدهن واتوصى بالدهن بتاعه، واعملها برضو ميكس ما بين ده وده. حطينا، احنا ممكن نعملها ونسيبها لتاني يوم، وتاني يوم نبقى نسويها. ممكن اعملها واسيبها في الفريزر برضو، بشيلها في الفريزر بتاعي، ممكن تقعد معايا اسبوع في الفريزر واطلعها برضو بسويها على طول، وممكن اسويها اساسا وادخلها برضو اسيبها تبرد خالص، واسيبها تبرد خالص وبعدين ادخلها تاني بعد ما تبرد، اسيبها في الفريزر وقت ما عاوز، يا دوبك هدخلها في المايكرويف ثواني كده هتلاقيها بقت جميله جدا. الصوص بقى ده هنعمل فيه ايه؟ ده كده الجلاش بتاعنا خلص خلاص. الصوص ده بقى نجيبه ونبتدي بقى ايه، نسقي بيه الجلاش بتاعنا. نجيبها الناحيه دي كده، نسقي بيه الجلاش بتاعنا. ويا سلام بقى ايه لو سبناها ساعتين مثلا قبل ما ندخلها الفرن، كل ده هيشرب من بعضه. وما نقلقش، اللي عايز يقطعها من دلوقتي يقطعها، اللي عايز يستنى، انا عن نفسي بعملها ازاي بقى، بدخلها كده واسيبها في الفرن لمده تلت ساعه، وبعد كده بطلعها افصلهم عن بعض بسكينه صغيره كده، لما بيتفصلوا ادخلها تاني تاخد الوش الاحمر بقى الجميل بتاعها، وبخرجها على طول. هنا بقى نسقي بقى شويه، لازم بقى هي تشرب بقى ده كله، حلوه قوي كده علينا. هندخلها بقى الفرن مع بعض، واول ما وشها هيحمر نشيل حاجتنا بقى ونطلع اللي احنا عاملينه. طبعا زي ما قلت عايزين نطلعها نقطعها قطع صغيره، عايزينها بحالها. ده كده بقى ايه،
لبستها كده طلعناها، شايفينها بقى عامله ازاي معانا، ماسكه نفسها وجميله وحلوه. عايزين نقطعها قطع صغيره، بتبقى جميله احلى من لما بجيب صينيه الجلاش وتفرفط مني وكده. الفكره دي عبقريه جدا، هتعجبكم قوي، تنفع في الرحلات، تنفع في الساندوتشات زي ما قلت، ناخدها في الشغل، ناخدها في اي مكان معانا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودي اكلتنا النهارده، وانتظرونا لان الجديد عندنا احنا وبس، برنامج المطبخ.